أهلا بكم أعزائي المشاهدين، معكم المعلمة ديما حسن نجار من منصة حماة التربوية مدرسة عبد الرحمن السفراني. سوف نقدم اليوم درسا جديدا من دروس لغتنا العربية للصف الرابع الأساسي المجال أنمي لغتي بإشراف الموجه التربوي الأستاذ باسم وقاف، وسيرافقني مجموعة من التلاميذ سنتعرف وإياكم عليهم. ملك قلفة، زينب شرصوح، سدرة حيدر، شام الشامي، عمر هزاع، نايا القدور. في البداية سوف نرحب بزائر عزيز أتى إلينا من بعيد يحمل معه كل ما هو جديد، إنه صديقنا ساعي البريد. تفضل يا ساعي البريد. أتمنى أن تفتحوا رسائلكم لنرى ماذا أحضر لنا ساعي البريد. نبدأ معك يا زينب، اقرأي رسالتك. عدد أقسام الكلام. ما هي أقسام الكلام؟ أقسام الكلام هي اسم وفعل وحرف. أحسنتي، إذن أقسام الكلام هي اسم وفعل وحرف. اقرأي رسالتك يا سيدرا. عرف الاسم. ما تعرف الاسم؟ الاسم هو كلمة تدل على إنسان وحيوان وجماد ونبات. أحسنتي، إذن الاسم هو كلمة تدل على إنسان وحيوان ونبات وجماد. مثال، اقرأي رسالتك يا شام. اذكر مثال عن الاسم. مثال عن اسم نبات وردة. أحسنتي، وأيضا اسم جماد. وطاولة. طاولة، شكرا لك. إذا مثال عن الاسم نذكر القلم، أي شيء يدل على الاسم. اقرأ رسالتك يا عمر. عدد أنواع الأفعال. ما هي أنواع الأفعال؟ الأفعال هي ماض ومضارع وأمر. أحسنت، إذا الأفعال هي ماض ومضارع وأمر. أعطني مثال عن فعل ماضي. كتب. كتب، أحسنت، إذا مثال عن فعل ماضي كتب، ومثال عن فعل مضارع يشرب، ومثال عن فعل أمر اسمع. وأخيرا معناي، أقرأ رسالتك. عدد الأحرف التي مرت معنا سابقا. ما هي الأحرف التي مرت معنا سابقا؟ حروف الجر والأحرف الناصبة والأحرف الجازمة وأحرف العطف. أحسنتي، أعطني مثال عن حرف يا نايا. مثال عن حرف جر في. في، شكرا لك. إذن الحروف التي مرت معنا سابقا الأحرف الناصبة والأحرف الجازمة وحروف العطف وحروف الجر. الآن إذا جمعنا هذه الكلمات ماذا يتشكل لدينا؟ ملا، يتشكل لدينا جملة. أحسنتي، إذا ما هو تعريف الجملة؟ نايا. الجملة هي مجموعة من الكلمات تؤدي معنى تاما ومفيدا. أحسنتي، إذا الجملة هي مجموعة من الكلمات تؤدي معنى تاما ومفيدا. الآن سوف أعرض عليكم فيديو أتمنى أن تنتبهوا إليه جيدا. ما بك حزين يا لحوم؟ أنا لا أعرف أنواع الجمل. هذا أمر بسيط سأعلمك. للجملة نوعان، جملة اسمية وجملة فعلية. الجملة التي تبدأ بالاسم جملة اسمية، مثال السماء صافية. والجملة التي تبدأ بالفعل جملة فعلية، مثال اكتب التلميذ الواجبة. هذا سهل، شكرا لك يا زينة. الآن هل أعجبكم الفيديو؟ نعم. لماذا كان نحول حزين؟ لماذا يا عمر؟ لا يعرف أنواع الجمل. نعم، نحول حزين لأنه لا يعرف أنواع الجمل. وهل ساعدته صديقته زينة في ذلك سيدرا؟ نعم استطاعت. نعم، الآن سوف نتعرف اليوم أيضا نحن على أنواع الجمل. عنوان درسنا لليوم الجملة الاسمية والجملة الفعلية. ما هو عنوان درسنا اليوم يا سيدرا؟ الجملة الاسمية والجملة الفعلية. أحسنتي، لنقرأ الأمثلة. أقرأ الأمثلة الآتية
الأرض تعمر، الحلم تحقق. من يقرأ؟ ملاك. الأرض تعمرت، الحلم تحقق. أحسنتي. زينب. الأرض تعمرت، الحلم تحقق. شكرا لك. سيدرا. الأرض تعمرت، الحلم تحقق. شكرا لك. شام. الأرض تعمرت، الحلم تحقق. أحسنتي. عمر. الأرض تعمرت، الحلم تحقق. رائع يا عمر. وأخيرا اقرأ نايا. الأرض تعمرت، الحلم تحقق. أحسنتي. المثال الأول، الأرض تعمرت. ما نوع كلمة الأرض؟ أهي اسم أم فعل أم حرف؟ ما نوع كلمة الأرض؟ ملاك. اسم. اسم. نعم، الأرض تعمرت هي جملة. بدأت بماذا بدأت هذه الجملة يا عمر؟ بالاسم. بدأت بالاسم. المثال الثاني، الحلم تحقق. ما نوع كلمة الحلم؟ شام. نوع كلمة الحلم اسم. نوع كلمة الحلم اسم. إذا جملة الحلم تحقق بماذا بدأت يا زينب؟ بالاسم. بدأت الجملة بالاسم. وإذا كانت الجملة تبدأ بالاسم، ماذا نسميها في رأيكم؟ نايا. نسميها جملة اسمية. نعم، نسميها جملة اسمية. إذن هذه الجمل، الأرض تعمرت، الحلم تحقق، هي جمل اسمية لأنها بدأت بالاسم. الآن من يستطيع أن يستنتج لي تعريف الجملة الاسمية؟ ملاك. الجملة الاسمية هي الجملة التي تبدأ بالاسم. أحسنتي. إذن الجملة الاسمية هي الجملة التي تبدأ بالاسم. من يعدي تعريف الجملة الاسمية؟ زينب. الجملة الاسمية هي الجملة التي تبدأ بالاسم. أحسنتي. أيضا من يعيد لي تعريف الجملة الاسمية؟ شام. الجملة الاسمية هي الجملة التي تبدأ بالاسم. أحسنتي. أيضا نايا. الجملة الاسمية هي الجملة التي تبدأ بالاسم. شكرا لك. الآن أقرأ الأمثلة الآتية. نعمر الأرض، تحقق الحلم. من يقرأ؟ سيدرا. نعمر الأرض، تحقق الحلم. أحسنتي. شام. نعمر الأرض، تحقق الحلم. رائع. عمر. نعمر الأرض، تحقق الحلم. شكرا لك. نايا. نعمر الأرض، تحقق الحلم. أحسنتي. أخيرا ملاك. نعمر الأرض، تحقق الحلم. شكرا لك. نعمر الأرض، ما نوع كلمة نعمر؟ أهي اسم أم فعل أم حرف؟ ما نوع الكلمة يا زينب؟ نوع الكلمة فعل. نعم، نوع الكلمة فعل. أحسنتي. جملة نعمر الأرض هي جملة بدأت بالفعل. تحقق الحلم، ما نوع كلمة تحقق؟ ما نوع كلمة تحقق يا شام؟ نوع كلمة تحقق فعل. نعم، أحسنتي. نوع كلمة تحقق فعل. إذن جملة تحقق الحلم هي جملة بدأت بماذا بدأت يا عمر؟ بالفعل. بالفعل. وإذا كانت الجملة تبدأ بالفعل، ماذا نسميها في رأيكم؟ شام. نسميها جملة فعلية. نسميها جملة فعلية. إذن جملة نعمر الأرض، تحقق الحلم، هي جمل فعلية. لماذا هي جمل فعلية؟ لماذا يا ملا؟ لأنها ابتدأت بالفعل. أحسنتي. إذن من يستنتج لي تعريف الجملة الفعلية؟ نايا. الجملة الفعلية هي الجملة التي تبدأ بالفعل. أحسنتي. إذن الجملة الفعلية هي الجملة التي تبدأ بالفعل. من يعيد لي في قراءة تعريف الجملة؟ شام. هي الجملة الفعلية هي الجملة التي تبدأ بالفعل. أحسنتي. سيدرا. الجملة الفعلية هي الجملة التي تبدأ بالفعل. رائع. أيضا زينب. الجملة الفعلية هي الجملة التي تبدأ بالفعل. ممتاز. عمر. الجملة الفعلية هي الجملة التي تبدأ بالفعل. أحسنتم. الآن تعرفنا على الجملة الاسمية وذكرنا أنها الجملة التي تبدأ بماذا يا ملاك؟ بالفعل. عيدي من صحح غلط ملاك. نايا.
الجملة الاسمية هي الجملة التي تبدأ بالاسم. أحسنتي، أعيدي يا ملاك، لماذا تبدأ الجملة الاسمية؟ بالاسم. تبدأ الجملة الاسمية بالاسم. وأيضا لماذا تبدأ الجملة الفعلية؟ سيدرا، تبدأ بالفعل. تبدأ بالفعل. الآن أريد منكم أن أوزع عليكم هذه الورقة، ورقة عمل لكل مجموعة، المجموعة الأولى والمجموعة الثانية، عليكم بحلها. ابدأوا بالحل. هل أحدكم سؤال؟ لا. كل شيء واضح؟ نعم. حلوا الورقة بهدوء. المجموعة التي تنتهي تضع القلم وتجلس. انتهيت المجموعة الأولى؟ نعم. أحسنتم. المجموعة الثانية هل انتهيتم؟ نعم. الآن أصنف الجمل الآتية وفق الجدول الغني يساعد الفقير، يشتد الحر صيفا، يلعب الولد بالكرة، النحل يصنع العسل. ونريد تصنيف الجمل إلى جمل اسمية وجمل فعلية. نبدأ بالمجموعة الأولى، الغني يساعد الفقير. ما نوع هذه الجملة؟ جملة اسمية. جملة اسمية، لماذا هي جملة اسمية؟ لأنها ابتدأت بالاسم. أحسنتم. إذن جملة الغني يساعد الفقير هي جملة اسمية. الجملة الثانية اقرأوا، يشتد الحر صيفا، ما نوعها؟ نوعها جملة اسمية، جملة فعلية. جملة فعلية، لماذا هي جملة فعلية؟ لأنها ابتدأت بالفعل. نعم، يشتد الحر صيفا جملة فعلية لأنها ابتدأت بالفعل. أحسنتم. الجملة الثالثة للمجموعة الأولى، يلعب الورد بالكرة، جملة فعلية. لماذا؟ لأنها ابتدأت بالفعل. أحسنتي. يلعب الولد بالكرة جملة فعلية لأنها ابتدأت بالفعل. وأخيرا الجملة المجموعة الثانية، النحل يصنع العسل، جملة اسمية. لماذا؟ لأنها ابتدأت بالاسم. أحسنت يا عمر، أحسنتم. إذن النحل يصنع العسل جملة اسمية. شكرا لكم جميعا. الآن لدي هنا بطاقات، سأوزع على كل مجموعة بطاقات. ماذا تحوي هذه البطاقات؟ ماذا تحوي؟ ماذا تحوي؟ ملاك؟ كلمات. الآن لدي هنا مجموعة من الكلمات، أريد منكم أن تكونوا جملة مفيدة عنها، وكل مجموعة جملة. أبدأ بتكوين الجملة. هل انتهيتم؟ نعم. شكرا لكم. أكون من الكلمات الآتية جملة مفيدة، يرفع صاحبه العلم قدره. الجملة الثانية، في الربيع يعتدل الجو. يرفع صاحبه العلم قدره. المجموعة الأولى، ما هي الجملة؟ يرفع العلم قدر صاحبه. أحسنتم. ما نوع هذه الجملة؟ جملة
فعلية لأنها ابتدأت بالفعل. شكرا لكم. إذن يرفع العلم قدر صاحبه، هي جملة فعلية لأنها ابتدأت بالفعل. الجملة الثانية: الجو يعتدل في الربيع. الجو يعتدل في الربيع، ما نوع هذه الجملة؟ نوع هذه جملة اسمية لأنها ابتدأت بالاسم. رائع، ممتاز. الجو يعتدل في الربيع هي جملة اسمية لأنها ابتدأت بالاسم. الآن انظروا إلى هذه الصورة. ماذا تشاهدون؟ ماذا تشاهدون؟ جندي. جندي، ماذا يفعل الجندي في هذه الصورة؟ نايا. يدافع عن وطنه. يدافع عن وطنه لكي يحميه من الأعداء. إذا من واجب الجندي أن يدافع عن الوطن، وأنتم كأطفال ما هو واجبكم تجاه الوطن؟ ما هو واجبكم؟ بين أن ندرس ونجتهد. أحسنتم، واجبكم أن تدرسوا وتجتهدوا، أنتم جيل المستقبل الواعد والعلم هو سلاحكم. الآن أريد منكم أن تعبروا عن هذه الصورة بجملتين فعلية. من يعبر لي عن هذه الصورة بجملة فعلية؟ نايا. يدافع الجندي عن الوطن. أحسنتي، يدافع الجندي عن الوطن. من يقرأ لي هذه الجملة؟ من يقرأ لي هذه الجملة؟ ملا. يدافع الجندي عن الوطن هي جملة فعلية. لماذا هي جملة فعلية؟ عمر. لأنها ابتدأت بالفعل. لأنها ابتدأت بالفعل. انظروا إلى هذه الصورة، ماذا تشاهدون؟ ماذا تشاهدون؟ سيدرا. مزارع. ماذا يفعل هذا المزارع؟ ملا. يسقي الحقل ويعتني به. يسقي الحقل ويعتني به. أريد منكم الآن أن تعبروا عن هذه الصورة بجملة اسمية. نايا. المزارع يسقي الحقل. المزارع يسقي الحقل. من يعيد قراءة الجملة؟ عمر. المزارع يسقي الحقل. أحسنت يا عمر، قراءة جميلة. الآن نعود إلى الصورة الأولى. عبرنا عن هذه الصورة بجملة فعلية وهي يدافع الجندي عن الوطن. من يعيد لي أيضا قراءة هذه الجملة؟ زينب. يدافع الجندي عن الوطن. يدافع الجندي عن الوطن وهي جملة فعلية لأنها ابتدأت بالفعل. الآن أريد منكم تحويل هذه الجملة الفعلية إلى جملة اسمية. أحول الجملة الفعلية إلى جملة اسمية. من يستطيع لي تحويل الجملة الفعلية إلى جملة اسمية؟ ملا. الجندي يدافع عن الوطن. الجندي يدافع عن الوطن، ممتاز يا ملا. الجندي يدافع عن الوطن. ما التغيير الذي طرأ على الجملة عندما قمنا بتحويلها إلى جملة اسمية؟ ما التغيير؟ سيدرا. تقدم الفاعل على الفعل. نعم، عند تحويل الجملة الفعلية إلى جملة اسمية يتقدم الفاعل على الفعل. أيضا نعود إلى الصورة الأولى التي عبرنا عنها بجملة اسمية. المزارع يسقي الحقل. من يقرأ لي هذه الجملة؟ عمر. يسقي، المزارع يسقي الحقل. أعيد قراءة الجملة. المزارع يسقي الحقل. الجملة الاسمية المزارع يسقي الحقل. الآن من يستطيع أن يحول لي الجملة إلى جملة فعلية؟ أحول الجملة، عفوا، الجملة الاسمية إلى جملة فعلية. سيدرا. يسقي المزارع الحقل. أحسنتي، يسقي المزارع الحقل، جملة فعلية بدأت بالفعل. ما التغيير الذي طرأ على هذه الجملة عندما قمنا بتحويلها إلى جملة فعلية؟ ما التغيير؟ نايا. تقدم الفعل على الفاعل. تقدم الفعل على الفاعل. إذا عند تحويل الجملة الاسمية إلى جملة فعلية نقدم الفعل على الفاعل. أحسنتي. الآن أحول الجملة الفعلية إلى جملة اسمية. يرتقي الوطن بأبنائه. من يحول لي هذه الجملة؟ من يحول لي؟ زينب. الوطن يرتقي بأبنائه. الوطن يرتقي بأبنائه، ممتاز يا زينب. إذن هي جملة اسمية. لماذا هي جملة اسمية؟ نايا.
لأنها ابتدأت بالاسم. من يذكر لي التغيير الذي طرأ على هذه الجملة؟ ملا؟ تقدم الفاعل على الفعل. تقدم الفاعل على الفعل وأصبحت جملة اسمية. أحسنتم. الآن ننتقل إلى حل التدريبات. هل لأحدكم سؤال؟ لا. سوف أوزع على كل مجموعة منكم ورقة عمل. ابدأوا بالحل. كل شيء واضح. بالكلمات المناسبة. السؤال الأول للمجموعة الأولى، تفضلوا. الجملة التي تبدأ بالاسم تسمى جملة اسمية. أيضا الجملة التي تبدأ بالفعل تسمى جملة فعلية. تفضلي إلى السبورة. أحسنتم. الجملة التي تبدأ بالفعل تسمى جملة أحسنتم. عدي إلى مكانك. الآن السؤال الثاني للمجموعة الثانية، أحدد نوع الجمل الآتية. استمع إلى نصيحة والديك، العلم ينير العقول. اقرأي. استمع إلى نصيحة والديك. ما نوع الجملة؟ جملة فعلية. أحسنت. أيضا أكملي. العلم ينير العقول جملة اسمية. أحسنت. تفضلي إلى هنا يا نايا. استمع إلى نصيحة والديك، هي جملة العلم ينير العقول، هي جملة اسمية. شكرا لكم. إذن الجملة التي تبدأ بالاسم تسمى جملة اسمية، والجملة التي تبدأ بالفعل تسمى جملة فعلية. استمع إلى نصيحة والديك، هي جملة فعلية. العلم ينير العقول، هي جملة اسمية. نكمل.
باقي التدريبات. أحول الجملة الاسمية إلى جملة فعلية. الرياضة تقوي الأبدان. السؤال الثالث للمجموعة الأولى. تقوي الرياضة الأبدان. أحسنتي، تفضلي إلى هنا. تقوي الرياضة، رياضة الأبدان. شكرا لك. رابعا، أحول الجملة الفعلية إلى جملة اسمية. السؤال للمجموعة الثانية. عاد المسافر إلى الوطن. المسافر عاد إلى الوطن. أحسن، تفضل يا عمر. المسافر عاد إلى الوطن. أحسنت يا عمر، شكرا لكم جميعا. ماذا تعلمنا اليوم؟ ماذا تعلمنا سيدرا؟ أن الجملة الاسمية هي الجملة التي تبدأ بالاسم، والجملة الفعلية هي الجملة التي تبدأ بالفعل. أحسنت يا سيدرا. وأيضا ماذا تعلمنا اليوم ملاك؟ عند تحويل الجملة الفعلية إلى جملة اسمية نقدم الفاعل على الفعل. قدم الفاعل على الفعل. أحسنتي. أي عبارة أعجبتكم من هذا الدرس؟ زينب. عبارة العلم يرفع قدر صاحبه. ممتاز، العلم يرفع قدر صاحبه. من لديه إضافات إلى هذا الدرس؟ نايا. إضافة بيت شعري يبدأ باسم. لغة سرت كالروح في أعضائي، سكب الإله ورامها بدمائي. لك يا نايا، ما هو رأيكم في هذا الدرس؟ درس ممتع ومفيد. أحسنتي. الآن أشكر حضوركم أعزائي المشاهدين، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس. ألقاكم في دروس قادمة، إلى اللقاء.